انت كنت فين ومستخبي ليه وايه اللي وداك من حمص لدمشق للسعوديه للقاهره؟ مكوكي رحله اللي هو ازاي انا من حمص مولود في دمشق عايش في السعوديه وبمثل في مصر. ربنا. وانا اظن ان هو مش ما كنتش فين، هو ربنا كاتب التوقيت. التوقيت ده بتاع ربنا. يعني يمكن انا بقالي 12 سنه بحاول اشتغل في مصر، ماشي. حاولت يمين وشمال واتكلمت، بص الحته دي اشتغلت مع مخرجين كتير مصريين بس بره مصر بدون ذكر اسماء. وكل مخرج يقول لي انت كويس قوي، انت لازم تنزل تشتغل مصر، انت هتعمل بوم يا محمد. فاقول له يا استاذ بيسافر وخلص العمل بيعمل لي بلوك، ما بيردش عليا او بينسى او مثلا بينسى. نجوم نسيو، يعني في نجوم اشتغلت معهم نسيو يعني بعد ما راح. فدايما بس ربنا ليه بعد ما عملت موضوع عائلي كاني في رساله ربنا بيقول لي ده وقتك، ما تقولش ليه. لا ده وقتك. ده وقتك. يمكن انا لو دخلت مصر قبل كده لم اكن، او دخلت في عمل وهنا مصر ما عندهمش يحبك يكرهك الجمهور مفيش. فلو دخلت في حاجه يمكن ما عملتهاش كويس عشان لم اكن اثقل بالشكل المناسب، وكان الجمهور ده مش عايزين نشوفه مره ثانيه. لا انا هقول لك بالظبط موقفك، موقف كتير من الفنانين. انت مع المسلسل ده ما بقيتش من الاغراب يا محمد، يعني بقيت من العيله الفنيه، بقيت قدام المشاهد خلاص، يعني عملت الدور حلو خلصت. يعني احنا تعرف ما عندناش عقد، يعني ممكن حد يكون مجتهد جدا وبيأدي بس ما قدرش يكسر الحاجز ده، انت استطعت ان تكسره. توفيق ربنا والله. بالتأكيد. ودعوة امي. طيب انت اكيد. والله. اكيد. بس انت سياق حياتك حدودة. بص انا ممكن احكي لك حياتي بطريقتين. الطريقة الاولانية تقولي يا حبة عيني ده انت بهدلت قوي، والحبة التانية تقولي لي انت محظوظ ايه اللي حصل معاك. ما حصل معايا الاثنين. بس التمثيل من انا صغير كان احنا كنا نقعد مثلا في الشام بنستنى ابويا الله يرحمه في السعوديه. وكان يجي لنا مين؟ خالي محمد. خالي محمد هو نقاش فنان قوي وصوته حلو قوي وبيعرف يقول النكته، فبيجي عندنا البيت وبيعمل لنا ستاند اب كوميدي واحنا صغيرين. هو ما كانش ستاند اب كوميدي، بيضحكنا وبيغني لنا وبيعملنا كذا وبيعملنا كذا. فانا كنت مبهور بالحاله دي، انا عايز ابقى زي كده. واهلي زرعوا فيا وان انا صغير انت هتبقى زي خالك، اصل انا محمد هو محمد. فكنت احيانا مثلا صغير بيعمل حاجه بيضحكوا عليه، فانا كنت بزودها حبتين، بعيد الافيه 6-7 مرات. فمن هنا بدات عندي ان لا لازم اعمل حاجه. طبعا ما كنتش عارف ان ده تمثيل ولا ده حاجه ولا ده. يعني لما شفت الحدوته او عرفت الحدوته حسيت ان هي مش نمطيه، ما شفتهاش ولا بشكل مأساوي ولا بشكل كوميدي، انا شفتها حدوته مش نمطيه ابدا. يعني ال تدرجها مش التدرج العادي بتاع اي حد. يعني انت طفل لاسره بسم الله ما شاء الله عندك عدد كبير من الاخوه والاخوات، كل حاجه في حياتك ما كانتش بتقول ان انت في اللحظه دي هتبقى بطل المسلسل ده وتحقق النجاح ده.